كما ينضم إلينا من الرياض معالي الدكتور نايف الحجرف الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي. أهلا بك دكتور. وصفتم الأمير الراحل في نعيكم بأنه أمير الإنسانية ورائد التنمية. كيف تصف لنا هذا الدور الفاعل للأمير الراحل يعني على الساحتين الدولية والعربية بما في ذلك أيضا داخل مجلس التعاون الخليجي؟ الأمير الراحل أيضا وهو يعد أحد مهندسين الرئيسيين لهذه يعني أو لهذا المجلس، هل تحدثنا أكثر بهذا الخصوص؟ شكرا أخي العزيز، والشكر موصول لتلفزيون البحرين على هذه التغطية. اسمح لي بداية أن أتقدم بخالص التعازي إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم، وإلى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وإلى الشعب الكويتي وإلى الشعب الخليجي وإلى الأمتين العربية والإسلامية بأحر التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الكبير الذي نودع فيه اليوم هذه القامة الكويتية الخليجية العربية الإنسانية الكبيرة ممثلة بالفقيد الراحل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله وقفر له وطيب ثراه. أخي العزيز، عرجت على دور الفقيد الراحل في مسيرة مجلس التعاون، ولعلي أشارككم بأنه هو من مهندسي هذا المجلس وهذه المسيرة المباركة، بدءا من يوم كانت فكرة طرحت ثم تبلورت بالإعلان عن قيام هذه المنظومة المباركة في 81، كان فيها الفقيد الراحل عضوا في المجلس الوزاري مع أخوانه وزراء الخارجية، ثم شاءت الأقدار أن ينتقل من المجلس الوزاري إلى المجلس الأعلى عندما نودي به أميرا لدولة الكويت في 2006 ليشاهد بمعينه هذه المنظومة وهي تسير خلال هذه المسيرة المباركة التي قربت من 40 عاما. كانت بصمات صباح الأحمد حاضرة في هذا الصرح الخليجي، كان شديد الإيمان بأهمية هذا الكيان، كان من أشد الداعمين والمؤمنين والحريصين على وحدة هذا الكيان ودعمه لما يراه من خير ومصير مشترك لدول المجلس ولشعوبه وأبنائه. عندما نتحدث عن الشيخ صباح الأحمد ومسيرته الطويلة، نحن نتحدث عن مدرسة ترسخت عبر السنوات الطويلة منهجيا، وكانت هناك قيم ومبادئ ارتبطت بهذه المدرسة وأصبحت الأسس والركائز الأساسية التي تنطلق عليها هذه المدرسة. وبالتالي نجد أن جهوده رحمه الله وأخوانه أصحاب الجلالة والسمو حفظهم الله ورعاهم في دعم هذه المسيرة كانت واضحة وكانت بينة وكانت نابعة من حرص شديد على هذا الكيان، استدراكا واستشعارا منهم بأن هذا الكيان وجد لكي يبقى متلاحما متكاتفا في وجه كل التحديات. وشهدنا موقف مجلس التعاون دول الخليج العربية في عام 90 عند الغزو العراقي لدولة الكويت، وكيف وقف هذا المجلس وقفة رجل واحد دفاعا عن الحق الخليجي. آنذاك لم يكن الكويت هي التي اعتدي عليها، ولكن كل أبناء الخليج شعروا بأن الاعتداء قد وقع عليهم، وبالتالي كانت الوقفة الخليجية المشرفة لتحرير دولة الكويت. وبالتالي نحن اليوم وإن ودعنا الفقيد الكبير جسدا، إلا أننا أعزائنا أن مدرسة صباح الأحمد تبقى دائما خالدة، وبصماته تبقى دائما راسخة، ومسيرته تبقى دائما عطرة نستذكرها ونحن نشاهد تاريخ هذه المنطقة ونشاهد التاريخ العربي بل والإنسانية جمعاء التي لم يقتصر عطائه عليها فقط، وإنما لقب بأميرا للإنسانية نظير ما أجزل وأعطى في دعم القضايا الإنسان أينما كان ودعم التنمية أينما استحقت. نعم، لا نملك سوى أن نعزيكم في الأمان العامة بوفاة هذا الرجل العظيم القائد الخليجي الكبير. شكرا لك من الرياض معالي الدكتور نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، شكرا جزيلا لك.